اسال حضرتك على حاجه برضو. كان في وسط كلام حضرتك بتتكلم على ضغط المباريات، وده كان حقيقي حاصل بشكل مبالغ فيه قوي في الفتره الاخيره، وخصوصا على الصعيد المحلي والدولي، لكن الدوري المصري يعني. هل ده كان ممكن يتم تداركه، ولا ده قدر النادي الاهلي بحكم ان هو مشارك تقريبا في كل البطولات المتاحه؟ قدر النادي الاهلي. انت لاعب 11 مباراه في 3 شهور اكتر من النادي المنافس. النادي المنافس مريح وانت في دور ال 32. طب مش دي امور كان لازم تتراعى؟ ما هي علشان كده انت بتلعب من غير 6. ما انت لو ما عملتش كده كانت هتضغط اكتر. فانت قبلت انك انت في ماتشات تتوسع شويه، على الرغم من ان الفارق 11 مباراه فرق، ومع ذلك انت قابلت انك تلعب 3 مباريات من غير 50% من العناصر الاساسيه بتاعتك. انت عندك الشناوي 50% من قوتك كحارس مرمى، انت بتديها للمنتخب الاولمبي عشان انت نادي الوطنيه. صحيح. انت كان ممكن جدا ترفض، زي ما اي نادي في العالم. ليفربول رفض، جلاتا سراي رفض انه يدي اللعيب بتاعه مصطفى ومحمد صلاح. فانت بتلعب بعناصرك الاساسيه مش موجوده، بتضغط. ولولا انك انت قبلت انك انت تلعب الثلاث مباريات من غير الستة الدوليه كنت هتبقى فيها صعوبة أكتر عليه. الوضع برضو ما ينفعش نقارن قوي، لأن احنا بنتكلم في الأول وفي الآخر على فرق أجنبية بينتمي ليها بعض اللعيبة المحليين بتوعنا. لكن في حالة النادي الأهلي يعني تشيلسي وارد أن يرفض، سوري ليفربول وارد أن هو يرفض أن محمد صلاح يشارك، كذلك النادي التركي جلاتا سراي. لكن في حالة الأهلي هيبقى صعب قوي أنه يتأخر عن أي طلب يطلب منه لخدمة المنتخب الأولمبي. أنا كمحترف في أجندة دولية. بالظبط. الأجندة الدولية لا تسمح لي أن اللاعب المحترف بتاعي ما يروحش في المحفل ده. بالظبط. فيما النادي الأهلي يدي 50% من قوته في بطولة المحببة للجمهور، واجب وطني النادي الأهلي. ده جانب وطني كان ممكن جدا يرفض كلاعب محترف، لكن النادي الاهلي بحكم وطنيته ادى 50% من قوته للمنتخب. فدي طبعا برضو نادي ليفربول برضو يهمه سمعته وشعبيته وهو الاخره، وبرضو بيريح لعيبته علشان عارف ان اللعيب لو ما خدش اجازه مش هيديني طول الموسم. كل الامور دي انا يعني ببقى حاططها على الجهاز الفني وعلى اداره النادي وعلى كابتن الخطيب، اللي يعني على طول باستمرار مع الفريق في كل تمرينه وفي كل مباراه وفي كل سفريه، علشان يبقى في نوع من المؤازره للعيبه دي. في لعيبه كتير ما تعودتش على البطولات وبقالها فتره قليله بتاخد بطولات كتيره ومضغوطه بشكل عمرهم ما حصل لهم الضغط ده. كل الامور دي بتسمح لنا ان احنا يبقى في نوع شويه من الرحمه بلاعبتنا بالجهاز الفني. احنا ساعات بنقصه، واحنا يعني كمحبين للنادي وكناس اشتغلنا وبنحبه واتولدنا في النادي، بنبقى احيانا بنبقى متضايقين من مباراه او اتنين. ما احناش عارفين ايه اللي في الكواليس خلف الكاميرا. انت بتشوف المعاناه اللي اللعيبه بتعانيها. ده في حاجه بتشوف كل الفرق. احنا شفنا البنك بيلعب مع الفريق المنافس ازاي، بيلعب معانا ازاي، كل الفرق. حتى يا اخي تصريحات المنافسين اللي هم بيلعبونا يقول لك انا بتمنى فوز الفريق كذا بالدوري، وانت اصلا في الدوري لاعب يقول انا اتمنى فوز المنافس، وانت هتلعب كمان 10 ايام ولا كمان اسبوع. يعني اذا انت قدرك انك انت كل المنافسين اللي بيأدوا لك سواء في مصر او خارج مصر عارفين النادي الاهلي لو نلت منه نقطه فانت عملت الاعجاز. صحيح، ده على ارض الملعب. لكن لو انت مش عارف تكسبه كمان على ارض الملعب، تحاول خارج الملعب ان انت باي شكل من الاشكال تضغط عليه. وده اللي احنا شفناه، محاولات الغريبه او المستميته من البعض ان انت تقول ان الدوري اتحسم وان الاهلي خارج الدوري وحاجات غريبه جدا كنا بنسمعها. ويمكن ده اللي اكد عليه كمان كابتن سيد عبد الحفيظ لما وجه رساله. دايما احنا بنكلم نفسنا، احنا بنكلم بعض، احنا بنكلم جمهور الاهلي، مالناش دعوه بحد. هو قال انا عايز جمهور الاهلي دايما يكون سند ودايما يكون داعم، محدش يتأثر بما يثار ان احنا خلاص الدوري راح مننا والكلام ده. مفيش الكلام ده على ارض الواقع، مفيش حاجة اسمها كده.